أحمد السعداني للأسف اليوم الاثنين 22 مارس 2021 نشر البوست دهوت على حسابه على الفيسبوك أعراض برد شديد وتكسير في الجسم، والدكتور قال راحة وعزل كام يوم احتياطي. دعواتكم. تقريبا شكلها كده فيروس كورونا، ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة. ودي كانت آخر صورة لي نشرها مع والدته وهو بيقول لها كل سنة وانت طيبة، وهنشوف بقى أسرار عنه وعن والده الفنان القدير صلاح السعداني دلوقتي. نشر أحمد السعداني الصورة الجميلة دي 23 أكتوبر 2020 لوالده الفنان القدير صلاح السعداني وهو بيحتفل بعيد ميلاده 77، ربنا يديله الصحة. صلاح السعداني مولود 23 أكتوبر 1943، أي حاليا 77 سنة، وهو ممثل مصري حاصل على بكالوريوس زراعة، وهو من أصول ريفية وبالتحديد من محافظة المنوفية، كما أنه شقيق الكاتب الصحفي الساخر محمود السعداني، ودخل المجال الفني مع زميل الدراسة الفنان عادل إمام، ومثل سويا بمسرح الكلية، وعمل في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والمسرح، لكنه لم يلمع في السينما كما لمع في التلفزيون. ومن أهم أدواره دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية مع يحيى الفخراني وصفية العمر. ده هنا سليمان غانم أو ممثل القدير صلاح السعداني مع ابنه أحمد السعداني، وهنا صورة نادرة لي مع عادل إمام وسعيد صالح، وهنشوف مين زوجته. كان أحمد السعداني نشر صور والدته اللي هي زوجة صلاح السعداني اللي هي ديت على نشرها على انستجرام، كذا صورة ليها وهو بيعايد عليها في عيد الأم، ربنا يخليها ليه ويخليه ليها. وهنشوف بقى حكاية مراته، مرات أحمد السعداني اللي توفت مؤخرا بعز شبابها، وزعل عليها هو والوسط الفني كله، الله يرحمه. هنشوف معلومات عن أمل سليمان الله يرحمها من أحمد السعداني وطليقته وأولادهم. هنا أمل سليمان، كان أحمد السعداني قال عنها إن هي مملوءة طاقة إيجابية محبة للحياة، درست في معهد السينما، وهناك قابله صدفة كان هيخبطها بعربيته. اتعرفت على أحمد السعداني عام 2003، بعد كده اتجوزوا بعديها بسنتين، هنا مع صلاح السعداني والد أحمد السعداني ربنا يديله الصحة، اتجوزوا في 2005. دي صور من الفرح، صور جميلة جدا. كانوا حبوا بعض وقعدوا سنة خطوبة، بعد كده أنجبوا طفلهم الأول عبد الله وللأسف انفصلوا، وبعد كده رجعوا لبعض وأنجبوا طفلهم الثاني ياسين، بقى عنده عبد الله وياسين، الاتنين أحلى من بعض، ربنا يخليهم ليه ويخلي ليهم. هو دلوقتي الأب والأم ليهم،
وهنا أحمد صلاح السعداني مع زوجته وعبد الله وياسين. بعد كده انفصل مجددا لكنهما احتفظا بعلاقة جيدة. وعملت أمل سليمان مع أكرم البزاوي ابنة عم أحمد السعداني في أحدث أفلامه. الفيلم يحمل اسم رسالة إلى صديقي في فرنسا، وشاركته فيه كمخرجة فنية، ولم يعرض الفيلم بعد. بعد وفاتها قام مجموعة من أصدقائها بعمل حملة تبرعات خيرية باسمها. دي آخر صورة نشرتها عمل مع ولدها على أحد الأنشاط. كان للأسف ناوي يرجع لها، بس الزمن والقدر ما أمهلوهاش. هنا مع ابنها الأكبر عبد الله وأصدقائه. دي صورة تانية ليها، الله يرحمها. وهنشوف تعليق الفنانين ورسالته المحزنة والمبكية إليها. أنا في رحلة مع الهرم كان باين عليهم السعادة، الله يرحمه. نشر الفنان أحمد السعداني صورة تجمعه مع أولاده وطليقته التي رحلوا، أكدا على أنه يتحدث عن حياته الشخصية لأول مرة بعد وفاتها، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، حيث كتب أحمد السعداني: عمري ما اتكلمت عن حياتي الشخصية، لكن حسيت ان لازم اعمل كده دلوقتي واذكر، فان الذكرى تنفع المؤمنين او تنفع اي حد حس اني عملت حاجة. واشار: هحاول ما اطولش. يوم 9/9/2003، حب من اول نظرة في الشارع ما بين معهد السينما حيث كانت تدرس بمعهد الفنون المسرحية، حيث كنت ألهو وأدرس برضه ما يضرش. كنت راكب عربية وكانت ماشية على رجليها، كنت هخبطها لكن حصل خير. لا، ما حصلش قوي، خبطتني هي في قلبي حب تقطيع شرايين. سنة خطوبة، سنة كتب كتاب، شهر جواز، خلفة، أول ولد. هنا بدأت المشكلة اللي بكتب الكلام ده عشانها. مؤكدا أنا زي كتير للأسف شباب ضد تحمل المسؤولية. بص لنسب الطلاق وأنت تفهم، أنا بيجيلي أرتكارية لما بحس بالمسؤولية، وهي برضو حبيبتي زي بنات كتير بتقول طلقني أكتر ما بتنطق اسمي. كانت النتيجة في أول سنة بس نحو 4 طلقات شفهية. كل الشيوخ ساعتها قالوا لنا ده لعب عيال، الطلاق ليه شروط زي الجواز. تمام، اسكت بقى؟ لا، تعالى يا عم طبق الشروط. ادي اول طلقه، قشطه يا باشا، عشت حياتك؟ اه. ارتحت؟ لا. واضاف: وحشتني حنيتها وحبها، ما تيجي نرجع يا بنت؟ يلا بينا. هوب جبنا تاني ولد، نفس الاحساس، نفس الارتكاريه، بس المره دي صمود، مش هينفع نتطلق تاني. لا، تصدق نفعت، الجانب الأناني في شخصيتي غلبني. يا عم كبر مخك وعيش حياتك، المشكلة إني عمري ما ارتحت، كنت عايز حضنها وحنيتها، بس كنت بأجل الرجوع، يمكن أكبر أو أعقل أو أقدر أتحمل المسؤولية. بجد حددت لنفسي سن معين أرجع لها فيه، قال يعني هبقى نضقت، بس ملحقتش. ثم تابع: ماتت في لحظة، كانت بتكلمني قبلها بساعة وما كانتش عيانة، كان عندها ضغط زي أغلب الشعب المصري. الحمد لله ماتت ومشيت وقررت تسيبني للأبد. كنت فاكرها هتستناني ومتأكد من كده، مستحيل تحب حد غيري. ما جاش في بالي إنها ممكن تموت دلوقتي صغيرة، وكانت أكتر واحدة في حياتي شفتها بتحب الحياة.
وعندها طاقة إيجابية، واختتم: ماتت وسابت لي الولدين والندم، أنا متأكد إنك في الجنة. روحتي لمن خلقك يوم عرفة، وأميرة وست البنات والستات، ونظيفة وكريمة، وصمتي ولادي وبيتي، بحبك يا أمل حياتي اللي تهد. ربنا يقدرني وربيهم أحسن زي ما كنت عايزة، بحبك ومش بطلب مني غير إنك تسامحيني. ربنا يرحمك ويرحمني ويرحم ولادنا يا حبيبة عمري الوحيدة. دي الصورة اللي تجمعهم، تقريبا كانوا في مصيف، وهنشوف أسرار تانية دلوقتي. مساء الجمعة 9 أغسطس 2019، المهندسة أمل سليمان طليقة الفنان أحمد السعداني وأم أولاده، بعد تعرضها لأزمة قلبية حادة نقلت على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك. السعداني تلقى الخبر الصادم أثناء توجهه لحضور حفل جينيفر لوبيز في الساحل الشمالي، حيث يتواجد هناك لقضاء عطلته الصيفية، وغادر الحفل عائدا إلى مصر على الفور، وأصيب بانهيار تام فور التأكد من الخبر، وظل يبكي بعد إلقاء النظرة الأخيرة على طليقته وأم طفليه، وأعلن أنه لن يفارق جثمانها وسيظل بجوارها داخل المستشفى لحين انتهاء مراسم الصلاة عليها. يذكر أن أحمد السعداني رفض التعليق سابقا على أنباء انفصاله عن زوجته وأم طفليه للمرة الثالثة، مؤكدا أنه تعلم من والده الفنان القدير صلاح السعداني ضرورة صون حياته الخاصة وإبعادها عن الإعلام، بخاصة أن لديه أطفال، علما بأن أحمد السعداني طلق زوجته مرة واحدة، وتدخل والده وقتها لإصلاح الأمور من أجل طفلهما الوحيد ساعتها عبد الله، وعادت المياه إلى مجاريها وأنجب الطفل الثاني ياسين، وتردد أن الطلاق الثالث تم سرا، ولكنه حسم الخبر وأعلن الطلاق رسميا خلال استضافته مع الإعلامية إنجي علي في برنامجها المذاع على راديو FM. هنا مع إنجي علي وهو بيعلن خبر انفصاله عن زوجته. دي زوجته المهندسة أمل سليمان، دي صورة تانية ليها.